مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. النهارده حلقه بتضرب عصفورين بحجر، سلطات ومكرونه في نفس الوقت. سلطه المكرونه وجبه جميله جدا، اساسيه كامله متكامله، وميزتها انها ممكن تتحضر وتتساب في الثلاجه يوم واثنين وثلاثه وتفضل زي الفل، ما فيش اي مشكله. عشا خفيف ممكن حد ياخدها معاه في لانش بوكس، متعدده الاستخدامات جدا. وطبعا كل اللي بيحبوا المكرونه يعني لو بيتفرجوا علينا هيتبسطوا قوي من الحلقه دي. فالنهارده عندنا ايه بقى؟ عندنا سلطه مكرونه باستو بالريحان، بصوص الريحان، وسلطه مكرونه سيزر. هناخد السيزر سالاد اللي كلنا بنحبها ونطلع منها سلطه مكرونه، وهنعمل كمان سلطه مكرونه بافلو. ايه البافلو؟ اللي بالصوص الحار وبالجبنه الريكفور، برضو تركيب الطعم ناس كتير قوي بتحبها. سلطة مكرونة مكسيكية وسلطة مكرونة نيسواز. نيسواز دي سلطة فرنساوي بالبيض والمسلوق والتونة والخضار، جميلة جدا جدا، وأحيانا بتعمل بالسلمون، تركيبتها روعة يعني. وسلطة مكرونة بالخضار. يلا بينا نبدأ شغل كده على طول ونشوف هنبدأ بإيه. تعالوا نبدأ بالباستو. عشان نعمل مكرونة أو سلطة مكرونة بالباستو محتاجين كيس مكرونة فرفلي، فرفلي اللي هي الفيونكات، سلقينها وبنحتفظ بمية السلق. مية السلق النهاردة هي معايا في الحلقة كلها، هتساعدني في أي حاجة هحتاجها وهعرفكم إزاي. فمية السلق النهاردة حافظينها كده شفشق معانا طول الحلقة. عايزين طماطم مجففة حوالي نص كوباية، كوباية مشروم معلب متقطع شرايح، نص كوباية زيتون أسود شرايح، مية سلق المكرونة، وصوص الباستو بقى نفسه هنحتاج له حزمتين من أوراق الريحان، هناخد الورق بس، 2 فص ثوم صحيح، وربع كوبايه من اللوز، وممكن نستبعد اللوز خالص وما نعملهاش بمكسرات او نعملها باي نوع مكسرات تاني متوفر عندنا او حابينه، ربع كوبايه من الجبنه البارميزان المبشوره، زيت زيتون وملح وفلفل اسود. طبعا عشان نعمل الباستو امره بسيط خالص، عملناه مع بعض في سنه اولى طبخ كتير جدا. بناخد اوراق الريحان كلها نحطها في الكبه، بنحط معاها اللوز، واللوز مش بالضرورة يكون متقشر، بنحط الثوم، الجبنة البارميزان، وزيت الزيتون. وانا الحقيقة لو ممكن بس تدخلوا لي زيت زيتون يا جماعة، رشة ملح وفلفل اسود نجيبهم في طريقنا. وما تنسوش انكم تقدروا تكلمونا على 1710 من اي موبايل، وعلى 0900-970 من اي تليفون ارضي، بنسعد جدا بمكالماتكم. رشه من الملح هتساعد الباستو ده ان هو ايه يدوب وينصهر، ورشه من الفلفل الاسود. وهنبدا نضرب كل المكونات دي مع بعضيها لحد ما يبقى عندنا صوص من الريحان ناعم متجانس، ويعني القوام بتاعه لا خشن قوي ولا ناعم قوي، متوسط. اجي في الجنب كده وانزل الجناب، والنبي يا جماعه عايزه زيت الزيتون ضروري ضروري بسرعه. يلا ننزل بس الجناب كده، وبصوا القوام اللي احنا واصلينه لحد دلوقتي عامل كده. بصوا خشن لسه، ممكن تستخدموه كده بس ما تحسوش ما تحولش لصوص. عايز ايه؟ عايز زيت زيتون. زيت الزيتون هيظبط الدنيا دلوقتي، وانتوا بخلة قوي يعني، بخلة قوي بجد بجد يعني. ما تجيبوا زيت زيتون يا عم يا حبه حلوين كده، ده باستو بياخد زيت زيتون كتير. سامعاك، اعمل لها ايه تاني؟ يلا
تعالوا نشوف كده ايه الاخبار. برضو ايه لسه برضو في خشونه زايده شويه، محتاج زيت زيتون كمان بيبان على طول، ما تحولش لسه لصوص. حاضر، حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي، ناخد مدام سحر واحنا بنحط زيت الزيتون. الصوص البيستو بياخد زيت زيتون كتير. طيب يا مدام سحر كلمينا تاني. فبياخد له مثلا المقدار اللي احنا عاملينه ده بتاع يعني كوبايه الا ربع، وده من مميزات الصوص ده طعم زيت الزيتون الواضح جدا اللي بيبقى رائع بعد كده. يلا تعالوا بقى نبص كده، اما زودنا زيت الزيتون المنظر بقى عامل ازاي. كده بقى بيستو، بصوا صوص خشن، مش انعم حاجه، وهو المفروض يكون كده، مش المفروض يكون ناعم خالص بيوريه. هديله ضربتين كمان كده عبال ما انقل المكرونه بتاعتي في البوله اللي هشتغل فيها. زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد البيستو الجميل اللي احنا عاملينه ده ونحطه على المكرونه، هو الصوص بتاعها، مش محتاجين اي حاجه غيره. ما بنتسرعش باضافه ميه مكرونه، احنا بنشوف بعد ما نضيف كل المكونات هل احنا محتاجينها، لو محتاجينها بنزود، لو مش محتاجينها خلاص شكرا جزيلا. هنشيل سكينه الكبه واحنا بنكلم ايمان. يا ايمان اهلا وسهلا. ازيك يا ايمان، عامله ايه؟ كويسه، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي زي الفل. انا بحبك قوي. حبيبتي تسلمي يا رب. بحب اكلك جدا. حبيبتي حبيبتي تسلمي، ربنا يخليكي يا رب. شكرا يا ايمان، نورتيني يا جميله. ماشي، عملنا البيستو والمكرونه بتاعتنا مسلوقه هنا. هناخد البيستو ده ونحطه على المكرونه دي. يا جماعه سلطه مكرونه هتاكلوها هتدمنوها. والناس اللي ما بتستغرب الباستو ايه الصوص الغريب ده ونيف نيق، ما يعني بصوا هيبقى ادمان بعد الوصفه دي. ده احنا كمان لسه هندلعها اكتر. هنحط لها شويه طماطم مجففه، لو مش عايزين طماطم مجففه طماطم عاديه ولا اي مشكله، شويه مشروم وشويه زيتون. واقول لكم كده على تركايه صغنطوطه، لو فاضل مع لو يعني لو البوله متجمع فيها شويه من ميه الزيتون وشوية من مية المكرونة المجففة، يعني ده ايه بقى عز الطلب. ما تنزلهمش، ما تروحوش تفضوهم بقى في الحوض وتقولوا لا دي مش هتبقى كويسة، لا بالعكس خلوهم بيضيفوا لطعم المكرونة جدا جدا جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب. استنوا انا عايز اجيب معلقة تانية عشان نقلب كده بالاتنين قدام بعض، ونيجي نقلب مكرونتنا العظيمة مع المشروم مع الطماطم المجففة مع كل حاجة. طيب تعالوا اقول لكم بقى استخدام مية المكرونة هنا ايه. لنفترض ان انا عايزة الصوص ده يخف شوية، يمي مي زي ما بيقولوها. هاجي اخد حبة صغيرة جدا من مية المكرونة بالمنظر ده، سخنة او دافية، واقلب بيها. هلاقي الدنيا ظبطت على الاخر. بصوا الناس اللي بقى متعقده من شغل المطبخ عشان دايما بتوسخ نفسها، لما نيجي نقلب بصوا انا بعمل ايه، بقلب من جوه لبره بعيد عني مش في اتجاهي، ما بقلبش كده عشان كده هيخلي كل الاكل يطرطش عليا انا، لكن لما اقلب على الجناب وعلى بره مش هيطرطش عليا خالص وهيبقى زي الفل. اعتقد يعني منظرها يجوع. طيب محتاجين نعمل ايه؟ نتذوق عشان نتاكد ان الملح والفلفل تمام. نلاحظ طبعا واحنا بنملحها احنا عندنا الطماطم المجففة ملحة، وعندنا زيتون مالح، وعندنا المشروم معلب فبرضو في سنة ملح. روعة.
مش محتاجة أي حاجة في الدنيا غير إني أقدمها. هاجي كده في أي بولة تقديم سلطة على طول ونقدم الحلاوة دي. بصوا بقى شوية مية المكرونة عملوا الصوص ايه بيقولوا عليه راني شوية او سايل شوية، وده طبعا بالظبط اللي احنا عايزينه. نشيل البولة ونرجع كده ايه نوزع. وادي اول نوع من سلطة المكرونة النهاردة، كفاية لونه، يعني كفاية لونه المبهج. سلطة المكرونة بالبيستو أول نوع جاهز معانا على طول للتقديم. ندخل على اللي بعده عدل. اللي بعده إيه؟ السيزر. سلطة مكرونة سيزر. عندنا كيس مكرونة، فأنا مش لاقية فين المكرونة بتاعتها؟ مش نطلع فاصل. هنطلع فاصل صغير اجيب المكرونه اللي فقدت دي ونكمل حلقتنا مع بعض. مستنيين. ما هي دي بتاعت دي وصفه واحده. اوكي انا معرفش ليه اتهيألي ان دي المكسيكي، معرفش جت في بالي كده. اكمل ولا نطلع فاصل؟ يلا نطلع فاصل اظبط اموري ونرجع نكمل مع بعض. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان احنا هنعمل مكرونه عالميه، سلطه مكرونه فظيعه المفضله بالنسبه لي، وهي سلطه المكرونه السيزر. السيزر سالاد اصلا او سلطه السيزر جميله جدا، والدريسنج بتاعها حلو قوي. فتخيلوا بقى لما ناخدها نحولها لمكرونه قد ايه بتبقى جميله. عندنا كيس من المكرونه الفرفلي المسلوقه، وعندنا ثلاث صدور من الفراخ مشوحينهم برشه ملح وفلفل اسود في شويه زبده باللون الذهبي الجميل ده، ولما بردوا قطعناهم شرايح. عندنا كوبايه من الطماطم الشاري الانصاف، ممكن طبعا تبقى طماطم عاديه مفيش مشكله بس الشاري احلى. كوبايه فلفل الوان مفروم، نص كوبايه من الزيتون الاسود، دي اضافات عشان نحولها لسلطه ولكن لسه بقى الصوص جاي. نص راس خاصه كابوتشا كده، نصها بس هناخده ونقطعه شرايح كده كبيره. عندنا ربع كوبايه من الجبنه البارميزان المبشوره وكوبايه من اللبن الرايب. طيب الدريسنج بتاعنا بقى نفسه ايه؟ صوص السيزر، كوبايه من المايونيز ومعلقه كبيره من المستردة، ربع كوبايه من عصير الليمون، فصين من الثوم، واربع شرايح من الانشوجه، معلقتين كبار من الجبنه البارميزان المبشوره، وملح وفلفل اسود. ونبدا نشتغل على طول. سباتشولا وفي بوله هنا هعمل الدريسنج بتاعي. هاخد المايونيز، المستردة، عصير الليمون، الانشوجة. انت قلتي حاجة يا نور بس انا ما سمعتش هي ايه. ممكن تدق في الهون، بالظبط تدق في الهون او تتضرب بقى كل بعضه كده. بتقول دايما بتدقيها في الهون، احيانا بدقها في الهون، بس بما اننا هنشتغل بالهاند بلندر يبقى كله مره واحده. يبقى العصير الليمون، المستردة، المايونيز، الثوم، الانشوجه، وادي الجبنه البارميزان. طبعا كله دلوقتي ايه بيصوت في بيته بيقول لك الحق دي حطت انشوجه، ده احنا كده خلاص باظت الوصفه دي. طب وحياه ربنا ومليكوا عليا حلفين، كل صوص السيزر اللي بتاكلوه فيه انشوجه، يعني انتوا بس ما تعرفوش، هو ده كل الموضوع. بس مجرد ما بتعرفوا بتقفشوا، ما اعرفش ليه. يعني هو صوص السيزر اللي بيديله النكهه المظبوطه بتاعته الانشوجه، فكل اللي بيحبه بياكله والله بالانشوجه، فما تستغربوهاش. يعني هو بس يعني انتوا عرفتوا مش اكتر من كده، لكن هي موجوده فيه على طول. مين؟ سلمى معانا على التليفون، نكلم سلمى واحنا بنحط ملح وفلفل اسود. يا سلمى يا جميله، ازي حضرتك؟ ازيك يا سلمى، عامله ايه يا حبيبتي؟
الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا والله. حبيبتي تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا انا جميله. فرحانه جدا جدا ان انا بكلمك والله. يا حبيبتي ده انا اللي فرحانه اكتر، ربنا يخليكي. والله وانا كفيفه ومش شايفه حضرتك يعني، بس حضرتك بتديني طاقه ايجابيه وكل يوم لازم اسمعك يعني. يعني الرؤيه بالبصيره وليس بالبصر، صح ولا ايه؟ شكرا والله، انا بحب اسمع صوت حضرتك كل يوم. حبيبتي حبيبتي انا مبسوطه جدا اني سمعت صوتك، وانتي مش شايفاني بعينك ولكن احنا شايفين بعض بقلوبنا، ف ولا يفرق معاكي حبيبتي، انتي جميله ربنا يخليكي يا رب. اهلا بيكي، حضرتك جميله جدا والله. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، نورتيني، واتصلي بيا على طول ماشي؟ متفقين. يعني ايه، ياما ناس بتشوف وما عندهاش نظر، عادي جدا. عارفهم صح؟ واحد واحد وحشكيهم لربنا. يلا بينا نبدأ نضرب. وانا اقول لكم بقى عشان نسهل على بعض الدنيا وما نغلبش بعض، من الاول حطوا اللبن الرايب. هو اللبن الرايب جزء من تخفيف الدريسنج، ولكن هيساعدنا في ان هو يتضرب كويس قوي دلوقتي. الدريسنج ده عالمي بالمناسبه. الدريسنج اللي احنا عملناه ده ينفع لاي سلطه، ينفع يتحط في ازازه ويبقى في الثلاجه ويبقى دريسنج سيزر عندنا احنا اللي عاملينه، ما رحناش جبناه ب 500,000 جنيه صح؟ عشان هو بيتباع غالي قوي، معرفش ليه. ايه؟ ماخد اسماء. بصوا بقى كل حاجه بتدوب مع بعضيها، التوم مع الانشوجه مع المعرفش ايه، وخلاص ما بتحسوش بقى بطعم الانشوجه عشان كده بتحبوه، ولكن مجرد ما حد يقول لكم ايه ده في انشوجه بتتخضوا، يعني لا ما تخضوش عادي جدا، هو طريقته كده. في بس فص توم، ايه حته من فص التوم يعني مش معنده معانا، مش راضيه تدوب فهنشيلها خالص. نكمل بقى السلطه، هنعمل ايه؟ ادي المكرونه على الدريسنج الجميل اللي احنا عاملينه ده، وطبعا احنا خفيناه باللبن الرايب عشان ما يبقاش كده كتله مايونيز في بقنا يضايقنا واحنا بناكل، فاللبن الرايب خفيناه بيه هيدينا نتيجه ممتازه. الطماطم، الفلفل الالوان، الفراخ اللي قطعناها، شوية جبنة بارميزان تاني، والجبنة البارميزان في المرة الأولانية وفي المرة التانية بقى اختيارية تقدروا تستغنوا عنها، وشوية زيتون. ناخد بالنا بقى جدا من صوص السيزر ما نأفورش في الملح، لأن احنا عندنا فيه أنشوجة وهي أصلا مكون مالح جدا، ده غير إن احنا على السلطة هنحط زيتون كمان، فأفضل إن ملحه يكون قليل واحنا نزود في حالة الاحتياج، عشان لو زودنا وزاد مننا مش هنعرف ننقص، ولكن نقدر دايما نزود على حسب ما احنا محتاجين. خلوني أشيل جبل البولات ده مين؟ وناخد أسماء على التليفون. يا أسماء أهلا وسهلا. ألو، ازيك يا لولو، عاملة إيه؟ الحمد لله، أنا بجد بحب حضرتك جدا يا يعني حبيبة قلبي. أنا مش مصدقة أنا بكلمك. حبيبة قلبي يا رب يخليكي يا رب، ده أنا اللي متشرفة بيكي. والله بحس إن عشان بكلمك يا روحي. لا يا حبيبتي يا رب، تعيطش ولا حاجة حبيبتي، أهلا وسهلا يعني بيك. أنا كل الوصفات بتعلمها من حضرتك ومتابعة حضرتك كل يوم، لازم أسمع الحلقة بتاعت حضرتك. حبيبتي أنتِ عندك كام سنة يا أسماء؟ عندي 18. يا ربي برافو عليكي يا حبيبتي، أنا فخورة بيكي جدا. وبتحبي تطبخي صح؟ اه جدا، برافو عليك. يعني بعمل كل الوصفات. انت في جامعه ايه اصلا او في كليه ايه؟ لا انا لسه في ثالثه تجاره. ثالثه تجاره، ربنا معاكي يا رب. ثالثه تجاره زميله بقى، انا تجاره زيك. تجاره ايه؟ انا آه لا يعني لسه ثالثه ثانوي. لسه لسه في ثالثه ثانوي. طب يا حبيبتي ربنا معاكي يا رب ان شاء الله. يعني يا رب ربنا معاكي والله، يعني ربنا يديكي الصحه كده ودايما نشوفك على الشات حبيبتي. حاجة كبيرة كده حبيبتي، انت اللي جميلة يا حبيبتي، وانا كبيرة عشان انتوا شايفيني كده مش اكتر. ربنا يخليكي يا رب ويوفقك في كل حاجة بتعمليها. انا بقى يعني حاسة بيها جدا، لان وانا قدها كده كنت مهووسة بالطبخ، واجرب بقى حاجات غريبة واعمل حاجات اغرب.
يلا احنا قلبنا كويس جدا. ملاحظين حاجه؟ انا حطيت كل حاجه ما عدا الخس عشان انا مش عايزه الخس يتهري مني من الاول. وعلى فكره ممكن اعملها من غير الخس خالص. هاجي بقى دلوقتي احط الخس، وبفضل ان انا ما اقطعهوش ورق قوي، اسيبه قطع كده بيبقى احلى بكتير. يا مدام ايمان قطع. يا مدام ايمان كلمينا تاني واهلا وسهلا بيكي. ناخد الخس. الخس بيدبل، فيعني اللي احنا شايفينه كتير ده لا هينزل على ما فيش بعد شويه. نقلب بقى كويس، وممكن زي ما قلت لكم تتعمل من غير الخس خالص. واحسن طريقه تتقلب بيها معلقتين قصاد بعض، بتبقى احسن بكتير واسهل على الايد كده اهو. ونجيب كده ايه من تحت لفوق. مع ايه خفة الايد عشان ما نكسرش ورق الخس ونفعصش المكرونة، ونحافظ على مكوناتنا زي ما هي طازة كده ومقرمشة وجميلة. يا خرابي على ريحتها، ريحتها فظيعة. انا بس عايزة انظف مكاني وعايزة ادوق اشوف اذا كنت محتاجة ملح او فلفل او اي حاجة. نشيل اللي وقع وننظف. والسلطات بقى دي كلها ايه؟ يعني انا مثلا عايزه اعملها نتعشى بيها، او هتبقى طبق جانبي في عزومه، ايا كان اعملوها يا جماعه وسيبوا الدريسنج لاخر لحظه عشان الخضار يفضل طازه ومقرمش. خلوا الا بقى مثلا ايه؟ في حاجات تانية ممكن نحط الدريسنج من بدري زي الباستو مثلا، ما فيهاش خضار كتير فعادي اقدر احط من بدري مش هيجرى حاجه. ولكن مثلا زي السيزر ممكن تعملوها كلها وكل حاجة وتسيبوا الخس للآخر. أنا متشوقة جدا إن أنا أدوق. ملهاش حل. هي معدية الرهيبة. يعني الواحد مش المفروض يشكر في اكله، انا عارفه والله، بس هي حلوه قوي. اتمنى يا رب انكم تجربوها. يلا نقدم في طبق. واحنا بنكلم مين؟ ايه ايمان. السلام عليكم. يا مدام ايمان اهلا وسهلا. ازيك يا احلى تيسرة في الدنيا، عامله ايه؟ حبيبتي ازيك يا مدام ايمان؟ عامله ايه؟ مش عارفه خالص، كل شويه خطي يقطع كده. معلش حقك عليا، حقك عليا. يا مدام ايه يا حبيبه قلبي، انا عايزه اطمن عليكي، عامله ايه؟ يعني بصي تحسي ايه ان البرد جه وعجبته القعده؟ لا بعد الشر عليكي، لا يمشي بعد عنك يا رب، يا رب بعد الشر عليكي يا حبيبه قلبي. مش راضي يروح. ان شاء الله تبقي كويسه. انت عامله ايه دلوقتي؟ مرهقه جدا بصراحه، يعني دور برد طول قوي. فعارفة لما بيطول بيرهقك. معلش ان شاء الله هيروح. يعني اتمنى ذلك عشان طول قوي بصراحة، يعني انا بدعيلك وهيروح والله ان شاء الله. انا بدعيلك يا حبيبة قلبي، صدقي والله بدعيلك الصبح في كل وقت والاذان الفجر وكله والله. يا رب يعزك يا حبيبتي. والله العظيم بتكلم بجد، بدعيلك في كل وقت، ربنا ما يجيب لك حاجة وحشة ابدا. يا رب حبيبتي، ولا انا ولا انت ولا اي حد. بابا عامل ايه دلوقتي؟ بابا كويس الحمد لله. عيد ميلاده النهارده. كل سنه وهو طيب. كل سنه وحضرتك طيبه. طيب. عيد ميلاده النهارده يعني. قولي له بالله عليك، قولي له كل سنه وهو طيب. يا رب يكون بيسمعك، هم عاده بيتفرجوا، فيا رب يكون بيسمعك. قدام ان شاء الله بصحه جيده باذن الله. يا رب. يا رب يا رب يا رب العمر كله. ان شاء الله يبقى زي الفل و100 سنه ان شاء الله باذن الله. يا حبيبتي يا رب يكون بخير. خدي بالك بس انت من نفسك، اهم شيء انا قلت اطمن عليكي. حبيبتي تسلمي لي يا رب، ويعني ربنا يا رب ما يجيب لك حاجه وحشه ابدا يا حبيبه قلبي. حبيبتي يا ستاره والله. حبيبتي تسلمي يا رب، ربنا يخليكي. وننتهز هذه الفرصة السعيدة ونهنئ يعني البيج بوس الكبير محمد عبد السلام العظيم أبو البنات، ونقول له كل سنة وهو طيب وبألف صحة وسلامة ومنورنا كده. ويعني إيه، هخلص هوا وأطير عليكم علشان نحتفل على طول. عيد ميلاد بابا النهاردة، وأنا يعني بحب يوم عيد ميلاد اي حد عزيز عليا قوي، يعني حتى يوم عيد ميلادي انا شخصيا بحبه جدا، يعني بحسه انه يوم ايه ايه بالظبط كده، بس انا بحسه يعني يوم كده جميل، ولازم بقى الانسان يحتفل بنفسه ويدلع نفسه ويهتم باللي بيحبهم لو يوم عيد ميلادهم.
فيعني النهارده ان شاء الله هيبقى يوم جميل، متجمعين كلنا وهنحتفل ببابا، فان شاء الله هيبقى يوم جميل. ويوسف طبعا مهايبر قوي علشان في بارتي اكيد، يعني اه بالنسبه له ده يعني حاجه عظيمه، والبارتي دي هيبقى فيها كيكه، ففيها كل وفيها جده، يعني فيها كل الحاجات اللي هو بيحبها في الدنيا، فهتبقى اجواء مرحه ان شاء الله. ادي تاني سلطه مكرونه نجيبها جنب اختها. عملنا السيزر، عملنا البيستو، ندخل على البافلو على طول. البافلو تركيبه جميله جدا من الجبنه الريكفور ومن الصوص الحار ومن المايونيز، ليها شعبيه كبيره جدا. في ناس ما بيحبوهاش، تمام عادي، في طبعا، ولكن هي تركيبه نكهه ليها شعبيه كبيره جدا، ومن مميزاتها ان احنا بنستخدم الصوص الحار ولكن ما بيبقاش حار بطريقه مزعجه، بيبقى لطيف. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير هتكون ايه. محتاجين كيس مكرونه قلبو، القلبو دي اللي هي الحلقات الحدوه دي اللي عامله زي حدوه الحصان، مسلوقه طبعا، وثلاث صدور فراخ برضو، رشه ملح ورشه فلفل ورشه جوزة الطيب، وشويناها او شوحناها في الزبده. نص كوبايه من الكزبره المفرومه، وكوبايه من الصوص الحار، ونص كوبايه من المايونيز، ونص كوبايه من اللبن الرايب، ونص كوبايه من الجبنه الريكفور، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، ملح وفلفل اسود، ونبدا نشتغل على طول. هنشتغل نعمل ايه؟ نحضر الصوص اول حاجه، وبعد كده نضيف له بقيه المكونات بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها تقريبا. انا هجيب المعلقتين الخشب اللي بقلب بيهم اخليهم جنبي، يعني ايه، هو ممكن عادي اعاده استخدامهم، همسح بس اللي عليهم، ولكن مش لازم اغلب نفسي واغسلهم، لان هو في الاخر المكونات كلها واحده تقريبا، باختلاف التركيبات اللي بتغير من نكهه من واحده للتانيه. فانا هجيب السباتشولات المعالق هنا، وابدا اول حاجه اعمل الدريسنج، اللبن الرايب، المايونيز، الصوص الحار، التوم الباودر، ملح وفلفل اسود، ملح ما نزودش برضو عشان احنا عندنا الجبنة فيها ملح والصوص الحار فيه ملح. الصوص ده بيحب فلفل اسود، يعني حبة حلوين كده بيليق مع طعمه قوي. فاضل ايه؟ فاضل اني اقلب الكلام ده وهفتفت فيه الجبنه الريكفور. عشان اعمل الاثنين دول محتاجه مضرب سلك. فاول حاجه هقلب الكلام ده، المايونيز مع الصوص الحار مع التوابل مع كل حاجه، فكله هيبقى زي الفل. فادي كده بدايه الدريسنج تمام. ومعانا دايما ايه جنبينا؟ شفشة الميه اللي سلقنا فيها المكرونه، اللي لو احتاجنا في اي لحظه ان احنا نخفف صوص هنستخدمها هي على طول. لو استخدمت ميه عاديه بتضيع طعم الصوص، ولكن ميه المكرونه سبحان الله بتظبط طعمه جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ جوانتي كده علشان الجبنه الريكفور لو اتعاملنا معاها بايدينا يعني ما وعدكوش ان الريحه هتطلع بسهوله، وهي ريحتها مش الطف حاجه، ليها طبعا حبايب كتير جدا بيحبوها جدا، وفيها ناس لا يمكن وفي ناس لا يمكن تقرب منها، فانتوا بقى وذوقكم لو كان ده مناسب. على فكره اللي ما بيحبوش الجبنه الريكفور احنا ممكن نتبع، بس عجبهم فكره الصوص الحار ممكن يتبعوا كل الخطوات هي هي، ويشيلوا الجبنه دي او يحطوا جبنه تانية. الجبنه بنيجي نفتفتها وسط الصوص، لو كنا طبعا عملنا التفتيته دي بايدينا يعني الله الوكيل شهر عبال ما الريحه تطلع. فعشان كده ايه انا بلبس جوانتي. الواحد يعني من اكتر الحاجات المزعجه في الحياه ان الواحد يبقى قاعد بيشتغل او قاعد في يعني في اي وقت، يعني قاعد مع اصحابه، قاعد في البيت، قاعد بيشرب كوبايه شاي ويلاقي ريحه ايده اكل، مش حاجه لطيفه خالص. نقلب الجبنة الريكفور بطبعها كريمية القوام، فمجرد بس ما احطها وسط صوص كده ودي تقليبة مع ضربة بالمضرب السلك في ثواني بتدوب وسطه، وتبقى قطع كده مفتفتة بحجم صغنطوط، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. نكمل بقى المكرونة
الكزبره، الفراخ، نشيل زحمه البولات دي ونرجع بقى نتالق في التقليب، لان المكرونه سلطات المكرونه يعني من عوامل نجاحها انها تتقلب كويس. تخيلوا بقى حاجه بسيطه زي كده عشان كل النكهات تمتزج كويس جدا مع بعضيها وتظبط مع بعضيها. طب افرض وانا بقلب لقيت ان انا محتاجه شويه ميه مكرونه احط؟ اه طبعا احط، ايه المشكله؟ اهو هتخفف لي الصوص وتظبط لي الدنيا دلوقتي. بصوا خليته على طول ازاي كريمي بحيث انه يمشي معايا في المكرونه يغلفها، ده بالظبط الغرض من ميه المكرونه. الميه العاديه بقى ما بتعملش كده. معاكي منى؟ منى صح قلتي؟ منى معانا، منى على التليفون. يا منى اهلا وسهلا. ازيك يا شطاره؟ ازيك يا منى، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، موريني. لا بس انا بسلم على حضرتك. حبيبتي نورتي يا جميله، تسلمي يا رب، شكرا جزيلا ليكي. تالت سلطه مكرونه، نجيب البوله ونقدم على طول. ناخد بقى الصوص كله بسلطاته ببابا غنوجه، ما نسيبش فيه حاجه، ده احنا تعبانين فيه وقاعدين نقلب ونخلط وندلع، يبقى نسيبه في البوله بعد كده ما يصحش. وادي يعني اعظم اختراعات المطبخ من وجهه نظري في القرن الحادي والعشرون، وهي الاسباتشولا اللي بقت تساعدنا ان احنا ما نسيبش اي حاجه في البوله، وفي 3 ثواني ننزل كل حاجه، عشان يعني الهدر هو من أسوأ الطباع، والست اللي بتهدر او الشخص اللي بيهدر او البيت اللي بطبعه مهدر ما بيبقاش فيه البركه كده. حافظوا على حاجتكم، سواء اكل، ادوات، اي حاجه، فلوس، كل حاجه اصرفوها دايما، نزهوا نفسكم طبعا، الانسان ينزه نفسه دي حاجه جميله، ولكن ما نبقاش سفهاء. يلا بينا، ايه الحلاوه دي؟ تحفه. نطلع فاصل صغير جدا، نجيب بقى بقيه السلطات اللي معانا ونكمل حلقتنا النهارده. فاصل صغير ومستنياكم. رجعنا من الفاصل وهنبدا نشتغل في الحلويات اللي قدامنا. شايفين يا جماعه؟ تعالوا بصوا كده، حمدي خد جوله كده على الكاونتر، بصوا الالوان، شايفين كميه الالوان على المقادير؟ تعالى على المقادير كده، شايفين الوان 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 الوان، فده يعرفكم احنا قد ايه هناكل حاجه غنيه النهارده. اه سلطه واه شويه مكرونه وممكن ما يكونش فيها بروتين اصلا، ولكن بصوا يا جماعه كميه الالوان اللي عدت عليكم، كل لون من دول فايده وفيتامين معين وتركيبه معينه من الحاجات اللي جسمنا محتاجها. فبجد والله يعني مش بس لذيذه، لذيذه وجميله وخفيفه وسريعه وكمان مفيده جدا. يلا ندخل على السلطه اللي بعديها، ممكن نمشي كده. يلا نمشي، دي ايه؟ انت ايه دي اللي بالخضار؟ مكرونه او سلطه المكرونه بالخضار، محتاجين ايه؟ 350 جرام مكرونه فوسيلي. مكرونه فوسيلي اللي هي السوستة اللي احنا بنقول عليها سوستة كده بالمصري، عشان بس ايه ما تتخضوش من الاسامي، يعني السوستة العاديه الجميله دي حلوه هي، بس هي يعني اسمها الرسمي فوسيلي. نص كوبايه بصل اخضر شرايح، بصله حمراء جوليان، و بصله حمراء جوليان، واتنين فلفل الوان جوليان، كوبايه ذره حلوه، كوبايه فاصوليا حمراء، كوبايه كزبره مفرومه، 4 فصوص ثوم مفرومين، وعصير ليمون، وزيت زيتون، وملح، وفلفل اسود. ونفس الطريقه هنبدا نعمل الدريسنج، وبعد كده نحط كل المكونات ونقلب. والسلطه دي الحقيقه ما فيش فيها دريسنج قوي، يعني هي مجرد انا اسفه على الشرقان اللي كل شويه ده، بس يعني ايه صدري تعبان جدا. الموضوع كله زيت زيتون وشويه ليمون، فهو حتى مش دريسنج، ممكن نحط كله على بعضه مره واحده. ادي المكرونه،
الفاصوليا الحمراء، البصل الجوليان، الفلفل الالوان احمر واصفر. شايفين الالوان؟ ايه الحلاوه دي؟ الخضره، الذره، البصل الاخضر، شويه ثوم، ممكن ما نحطهوش لو مش عايزين، شويه عصير ليمون، زيت زيتون، بنحط حبه لان احنا بنعتبر في الوصفات اللي زي دي زيت الزيتون هو الصوص، فما فيش مشكله ان انا ازود، المكرونه بتتغلف بيه وبيبقى منتهى الجمال. ناقصنا حاجه واحده بس وهي الملح والفلفل والتقليب. ممكن يا ولاد تجيبوا المعالق الخشب بتاعتي اللي كنت بقلب بيها دي. شكرا. انا هقلب لسه يعني، اي هتصرفت طبعا عبال ما انتوا تجيبوهم. يلا، ناقص هنا ملح وفلفل اسود، ما عنديش هنا في المكونات حاجه مالحه قوي، فهحط بقى ملح براحتي يعني، ما فيش مشكله، مش قلقانه ان في مثلا انشوجه ولا في طماطم مجففه ولا في زيتون، لا ما فيش حاجه من الحاجات دي. وطبعا الفلفل الاسود، وهنقلب. كل حاجة مع بعضيها واحنا بنكلم مين يا نور؟ مدام أمال. يا مدام أمال، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا مدام أمال، عاملة ايه يا جميلة؟ ازاي بابا، سلامته ألف سلامة. الله يخليكي يا حبيبتي، هو زي الفل دلوقتي الحمد لله، بيتعافى وكله زي تمام الحمد لله. نشكر ربنا الحمد لله. بقول لحضرتك عايزة الله يبارك لك تقولي لي ضروري طريقة الشلولة. الايه؟ الشلولو؟ الشلولة اه. هو أنا عمري ما عملتها يعني، الكذب خيبة، بس يعني أبحث لك في الموضوع. حاضر، من عيني الاثنين. ماشي حبيبتي، ماشي حبيبه قلبي. شكرا. اشكرك يا حبيبه قلبي. الشلولو، مش الشلولو دي اللي هي الملوخيه البارده صح؟ صح ولا انا بألف؟ لا انا بسألك انتي. جبتك يا عبد المعين تعين. لا دي اكله، اكله بيعملوها اهل اسوان صح؟ ايوه اسواني. ايه؟ ايوه الملوخيه البارده صح، اللي بتتعمل بالبصل المفروم صح؟ ايوه انا عارفاها بس عمري ما عملتها يعني. لا بصوا يا جماعه الكنترول، فاكرنا بنهزر، لا والله ما بنهزر، دي اكله فعلا. واكله جميله كمان، انا بس ما عمري ما عملتها، فانتوا عارفين انا ما بحبش اقول ايه في حاجه ما عملتهاش، فابحث في الموضوع واعرف لك طريقتها واجربها كمان واجي اقولها لك من عينيا الاثنين. بصوا الجمال ومهرجان الالوان، اللانش بوكس بتاع الولاد لما يبقوا رايحين المدرسه، انا والله ما بقيت عارفه حاجه للتعليم دلوقتي يعني، انا مش عارفه الولاد بتروح المدرسه ولا لا، ما بيروحوش؟ ايه؟ هيخشوا على الامتحانات على طول؟ يلا على بركه الله. ما نجيلكوش في حاجه وحشه. ما نجيلكوش في حاجه وحشه يا حبايبي. طيب الولاد لما يعني يبقوا بيروحوا المدرسه، دي اكله مناسبه جدا لللانش بوكس جدا كمان. الناس اللي بتروح الشغل وبتقضي يعني، انا مثلا لما كنت بشتغل، هو انا حاليا نفس الوضع يعني، بس الظروف عملي اختلفت شويه فما بتسمحليش ان انا يبقى معايا اكل او حاجه زي كده، ولكن زمان لما كنت بشتغل في احد الشركات يعني، كنت بشتغل في احد شركات الاتصالات وخدمات الاتصالات، فلا كنت باخد غدا معايا، فحاجه زي كده هتكون مناسبه جدا ان انا اخدها معايا. واجي بقى في نص اليوم عندي لانش اور او لانش بريك، اطلع اللانش بوكس بتاعتي بكل احترام واكل اكلي، مفيش مشكله خالص. فاللي بيشتغلوا في شركات كلهم يقدروا ياخدوا حاجه زي كده لانش بوكس معاهم، تبقى ممتازه. يلا ندخل على اللي بعده على طول علشان وقتنا يكفي. مين معانا؟ مدام كريمه، هنكلمها واحنا بنعمل المكسيكي، المكرونه المكسيكي. يا مدام كريمه اهلا وسهلا. مساء الخير مدام سارة. مساء الفل يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي. بصي انا مبسوطه منك جدا، لان انا تقريبا زيك كده، انا اولا عندي 50 سنه ومنظمه كده زيك، وبنصح على كل الكانتر اللي بعمل عليه، وده شيء كل البنات الصغيره، انا عندي ولاد اخويا البنات بيعملوا زيك كده ومتعلمين، والمناديل وينصحوا، دي اهم حاجه النظام والنظافه، بحييكي عليها.
بحيث كمان ان انت متكلمه زيي ووصلتي كمان للمثالي ما شاء الله عليكي. ربنا يخليكي. عايزاكي بقى طلب خاص ان انت تكلميني اللي زينا ان انا اعمل ايه؟ كده نعرفوا فيها الدنيا فيها ايه، لان احنا ساعات بقى بعد الساعتين بنوصل ونلخبط والاكل ونجوع تاني وبتاع. التكميم انا مش انا سامعاكي مش ما كنتش فاهمه انت قصدك على ايه؟ قصدك ان انا اتكلم عن بعد التكميم عملت ايه؟ لا اكلاتي اللي بعد الناس اللي اتكلمت بقى لها سنتين. حاضر، بس اقول لك اعترف لك اعتراف يا مدام كريمه، انا ما بعملش نفسي اي معامله خاصه، انا باكل من الاكل العادي بتاع البيت تماما بس كميات قليله جدا. ما احنا بصي لو احنا مش هنمشي على يعني نظام حياه، احنا قلنا اللي هو مش ريجيم بس نظام حياه، هنرجع تاني يعني، لان في ناس ما عندهاش حرق، فاوريدي اي كميه اكله حتى لو كانت بسيطه الجسم هيمتصها وهنتخن تاني. بصي احنا عايزين حاجات ما فيهاش حرايق. هقول لك حاضر، هقول لك انا بعمل ايه. عايزه اقول لحضرتك على الفراوله، وانت صح بتقولي صح لان انا اصلا صعيديه. قولي الفراوله صح، قولي لنا طريقته لو تعرفي طريقته قولي لنا. شويه ثوم مدقوقين في الهون عادي، وبتحط عليهم ميه وملوخيه وملح وفلفل، خلاص بقت فراوله بس يعني كده. يعني هنجرب هعملها في حلقه، هعملها في حلقه وتسلمي لي يا رب. بالنسبه بقى هقول لك دلوقتي بالنسبه للحاجات، لان هي بتقول لي حاجه نقطه فاليد جدا، بتقول لي اللي عامل تكميم ده ممكن يكون حرقه قليل. اي ده انا حرقي مش قليل، انا حرقي منعدم، فاي كميه قليله بياكلها ممكن تعمل ايه؟ تخنه تاني. انا بعمل ايه؟ شويه حاجات، بحاول اتجنب النشويات بقدر الامكان، احاول اتجنب الرمرامه بقدر الامكان، احاول اتجنب المشروبات الغازيه. مش بقول ما باكلهاش ولا ما بشربهاش، لا بشرب عادي جدا وباكل رز وباكل عيش وكل حاجه، ولكن اقل من الطبيعي. يعني لو عندي اوبشن ان انا اضحي بيها هضحي بيها، فده اللي بعمله. فبيمس بقى ايه رمانه الميزان، انا بسميه يعني رمانه الميزان اللي بيخليني ما اتخنش. وعلى فكره عشان ما حدش يتخدع، انا مش ما بتخنش خالص، انا اتخنت شويه بس ده اسمه ايه؟ اسمه رديت، لان الواحد بعد عمليه التكميم بيخس جامد جدا. يعني انا كنت وصلت 52 كيلو، دي مش حاجه كويسه يعني، ده قليل قوي. فرجعت بقى كده 60 62 لحد 64 تمام، مفيش مشكله، ده كده وزن لطيف ويبقى البني ادم ايه شكله منطقي يعني. فالقليل من الزياده في الوزن مفيش فيه مشكله ما دام احنا مركزين قوي احنا بنزيد قد ايه. ماشي، ندخل على المكسيكي. كيس مكرونه فوسيلي مسلوقه وكوبايه من الفاصوليا الحمراء. هي المكسيك الاكل المكسيكي كله الوان، فهتلاقوا مهرجان الوان. كوبايه من الفاصوليا الحمراء وكوبايه من الذره الحلوه. هو يعني ماشي في لا هو انا المكرونه اللي بالخضار كنت شلتها من السكريبت، بس انتوا حطيتوها بالغلط لان انا لقيتها انها شبه المكسيكي قوي، بس مش مشكله نعمل الاثنين يلا اهو، عشان ايه يبقى في اضافات مختلفه. هي فيها مش اضافات كتير مختلفه، ولكن يعني ايه فيها شويه توابل وطعم مختلفين. تعالوا نشوفهم مع بعض. كيس مكرونه فوسيلي مسلوقه وكوبايه فاصوليا حمراء، كوبايه ذره حلوه، نص كوبايه من البصل الاخضر وبصله حمراء صغيره متقطعه جوليان، فلفلايه رومي جوليان واثنين فلفل الوان جوليان، نص كوبايه من الزيتون الاسود الشرايح، نص كوبايه من الكزبره المفرومه وطماطمتين مبشورين، نص كوبايه من العصير الليمون، زيت زيتون ومعلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره بابريكا وملح وفلفل اسود. عايزاكم تبداوا بالصوص. الصوص هيكون بدايته الطماطم المبشوره. هي طب معلش اكملها، هي كانها صلصه على البارد. طماطم مبشوره، عصير ليمون، زيت زيتون، كزبره وكمون يعني نجوم المطبخ المكسيكي، بابريكا وملح وفلفل اسود. احنا كده كاننا عملنا ايه؟ الصلصه، صلصه بارده. هنقلب كل الكلام ده مع بعضه. ونبدأ بقى نضيف الحاجات التانية كأننا عملنا صلصة من غير ما نسبك ولا نطبخ. فشايفين خفيفة ازاي؟ خفيفة جدا جدا جدا. ف يعني لازم تجربوا الكلام الجميل ده. شوية البصل، الفاصوليا، الكزبرة. الكزبرة يعني نجم ساطع في المطبخ المكسيكي. الزيتون، البصل الأخضر، الذرة الحلوة، وتشكيلة فلفل بقى ايه ابدعوا فيها براحتكم. حاضر، وهنبدأ نقلب.
عبال ما انا اقلب السلطه دي كويس جدا حضراتكم هتطلعوا فاصل صغير جدا ترجعوا لي منه نكون قدمناها ونشوف اخر سلطه معانا النسواز سلطه مستوحاه من المطبخ الفرنسي وهتعجبكم جدا جدا. فاصل صغير ومستنيكم. فاصل وندخل على طول لان حرفيا معانا 3 دقايق. سلطه النسواز، سلطه النسواز سلطه فرنسيه بيبقى فيها فاصوليا، خرشوف، طماطم، بيض مسلوق، تونه، بصل، بطاطس، سلطه وهميه، وجبه كامله متكامله فيها كل حاجه في الدنيا. هناخد منها نسخه مكرونه، هتكون مقاديرها ايه؟ كيس مكرونه فرفلي اللي هي الفيونكيت مسلوقه، بصله حمرا شرايح، كوبايه بطاطس مكعبات مسلوقه، كوباية طماطم شيري أنصاف، وكوباية زيتون أسود صحيح مخلي، وكوباية فاصوليا خضراء مسلوقة، كوباية خرشوف مكعبات مسلوق، كوباية فلفل ألوان مفروم، اتنين علبة تونة قطع، مش اللي هي الناعمة دي، لأ القطع بتبقى أحلى كتير، وتلات بيضات مسلوقين ومتقطعين أنصاف. والدريسنج هيكون عبارة عن نص كوباية من عصير الليمون، معلقة كبيرة من المستردة، 2 معلقة كبيرة من المستردة، 2 معلقة كبيرة من العسل، وده كده دريسنج فرنسي، 2 معلقة كبيرة من العسل الأبيض، زيت زيتون، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من الشبت مفروم ناعم بيبقى لايق جدا على السلطة دي عشان فيها تونة، فلفلاية حمراء حامية مفرومة اختيارية طبعا تقدروا تستبعدوها، وملح وفلفل أسود. هبدأ أول حاجة بعمل الدريسنج، فهاخد هنا عصير الليمون في البولة بتاعتي اللي هقلب فيها، هي عصير الليمون اهو. انا يعني بص انت شايف زيت زيتون، مستردة، عسل ابيض، شبت، الفلفل الأحمر الحامي، فتفوتة الثوم، مضرب سلك بقى، أقلب كل الكلام ده بسرعة مع بعضه. احنا ناقصنا ملح وفلفل أسود بالمرة، فلفل وملح، وناخد بالنا من الملح ان احنا عندنا مكونات فيها ملح في السلطه بتاعتنا، التونه وكمان الزيتون، فناخد بالنا. نقلب بس بقى عندنا دريسنج السلطه، نبدا بقى نركب كل الحاجات على بعضيها او نجمع كل الحاجات مع بعضيها. المكرونة التونة الطماطم الفاصوليا الخرشوف، وليكوا حرية على فكرة في السلطة دي انكم تبدلوا حاجات انتم مش حابينها، تغيروا تنوعوا وتشيلوا ده تحطوا ده، ما يجراش حاجة خالص. فلفل ألوان، بطاطس المسلوقة، بصل الأحمر ممكن يستبدل بالكرات أو البصل الأخضر أو يستبعد تماما، الزيتون، ولاحظوا ايه أنا سايبة ايه لحد دلوقتي، البيض. هشيل الحاجات الفاضية وارجع أقلب في ثواني. يلا بينا. نقلب، نجيب الدريسنج اللي احنا عاملينه من تحت عشان نطمن ان هو غلف كل السلطة.
ان السلطه من غير دريسنج هتبقى ايه؟ مكرونه مسلوقه، يعني ما فيش بقى لا طعم ولا معنى ولا اي حاجه. نقلب كويس جدا، شايفين الدريسنج على طول جبناه من فوق والمكرونه عماله تتشربه، وحاجه المكرونه زي الاسفنجه، الصوص اللي نحطه لها الدريسنج اللي نحطه لها بتشربه على طول لحد ما بقت بالمنظر التحفه اللي انتم شايفينه ده. نجيب طبق التقديم ونبدا نقدم على طول. يلا بينا. اعتقد يعني سماهم على وجوههم او على اطبائهم باين كده على شكل الطبق الطعم هيبقى عامل ازاي. نفس السلطه دي تتعمل بالسلمون، تتعمل بالانشوجه، تتعمل باي حاجات المعلبات بتاعه السمك اللي الناس بتحبها دي براحتكم بقى، هي اذواق يعني، هي المهم يكون فيها عنصر من عناصر السي فود. ولكن ايه هو ده؟ حاجه ترجع لذوق حضراتكم الشخصي، ممكن تتعمل من غير خالص مفيش اي مشكله. ادي النيسواز جهزت، فاضل لها حاجه واحده بس احنا ناسيينها دي ولا ايه؟ لا مش ناسيينها، احنا سايبينها للاخر قصدين، وهي البيض. وانا خلصت والله خلصت، هنوزع بس كده. انا فعلا خلصت، مش خلصت بتاعت كل يوم اللي بقعد بعديها ربع ساعه. وطبعا خلاص مش محتاجين ميه المكرونه، هي فضلت جنبينا واقفه جنبينا كده، ايه وقفت الجدعان طول الحلقه، ولكن خلصناه. البيض بقى هناخده نحطه على الوش بالشكل ده، وبس شكرا. بقى عندنا نيسواز هايله، وطلعنا منها نسخه مكرونه عظيمه. يبقى عملنا النهارده ايه؟ عايزين نختم في ثواني. عملنا النهارده مجموعه من سلطات المكرونه، يعني اقدر اقول بكل ثقه ان كل واحده انقح من الثانيه، فظاع. عملنا ايه بسرعه كده جوله سريعه على كل اللي عملناه؟ سلطه مكرونه مكسيكيه، سلطه مكرونه بافلو بالصوص الحار وبالجبنه ريكفور، سلطه مكرونه سيزر، سلطه مكرونه بالخضار وتتبيله خفيفه جدا، سلطه مكرونه بالبيستو، وسلطه مكرونه نيسواز. عملنا واحد اتنين كام دول؟ سته صح؟ ست انواع سلطات مكرونه كلهم احلى من بعض. نقربهم كده من بعض يدفوا بعض، حلو كده يا ولاد؟ ممكن اعملهم لكم كده كمان، تحبوا ايه احسن؟ ماشي. كل الانواع دي احنا عاملينها في الحلقه مع بعض، الخضار طبعا كان متقطع والحاجات كانت متقطعه، لكن طبعا عمليه الخلط مفيش اسهل من كده. كل اللي عندكم في البيت ينفع يطلع منه سلطه، بواقي فراخ، بواقي لحمه روستو، بواقي اي حاجه في الدنيا هتنفع. ويا رب ان شاء الله تكون حلقه عجبتكم. بفكركم ان قعدتنا الساعه 8:15 بالليل، وبفكركم ان كل حاجه بنقولها في الحلقه بتنزل على جميع بلاتفورم السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بياسر عبد السلام بالعربي وبالانجليزي، وبنتواصل معاكم بشكل يومي على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام. وان شاء الله بكره هتبقى حلقه جديده من سنه اولى طبخ، اشوفكم فيها على خير، واسيبكم دلوقتي في رعايه الله، مع السلامه.